مساء الخير عليكم مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان وفي كل بيت، في حلقة جديدة من حلقات برنامج القناع. هكون موجودة معاكم أنا ميرنا مصري ولمدة ساعة من دلوقتي، وزميلتي أسماء إمام. إزيك يا أسماء؟ ازيك يا ميرنا؟ اهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان في لقاء متجدد اسبوعيا كل يوم خميس من الساعة 2 للساعة 3. اليوم حلقة جديدة، حلقة مختلفة كليا، حلقة فريدة من نوعها. النهاردة قناع مختلف، قناع مخيف. عاوز أقول كن أنت كما أنت، وافخر بما صنعه الله فيك، وتأكد من أنك مميز ومختلف. ولكن ابحث ما هي ميزتي وما هو اختلافي. قد يكون عيب تراه أنت فيك ميزة واختلافا بالنسبة لغيرك. تمتع باختلافك وتعلم أن تحب نفسك. اليوم هنتكلم عن الاختلاف، التميز، يمكن كمان الأشياء الغير مألوفة والأشياء الغريبة اللي ممكن تبقى في شخصيتنا وإحنا مش عارفينها. في ناس كتير قوي ممكن يكون عندهم مميزات ولكن هم كارهينها فعلا، ما بيكونوش حاسين، عشان هم بيحسوا ان هم أغراب عن اللي حواليهم. ولكن بالعكس، لو بصيت وركزت هتلاقي ان اختلافك ده ميزة وممكن غيرك يتمناها. ولا ايه؟ والله انا اول ما عرفت موضوع الحلقه خفت، ومش اتمنى ان انتم ما تخافوش. دي حاجه جديده ممكن تكون متكرره، شفناها كتير، لكن نشوفها مع بعض وعلى الهوا دي اللي صعبه، وبكذا حاجه وبحاجات مختلفه برضو صعبه. بالظبط. عايزه اقول كمان حرصا على سلامتكم، الاطفال او الناس اللي هم بيخافوا او كده او قلوبهم ضعيفه شويه، اتمنى ما يتفرجوش او ما يشاهدوش الحلقه دي. الاطفال بالذات يا جماعه ما يتفرجوش على بقيه الحلقه او على المحتوى او الفقره القادمه. طيب كمان عايزين ننوه يا جماعه، احنا اهم فقره في فقرات البرنامج هي فقره خيرك، وفي مفاجاه حلوه النهارده في فقره خيرك، بس طبعا هي بتكون اخر فقره. كمان عايزين الناس اللي تفاعلت معانا على الصفحات بتاعتنا، والموضوع اللي اثار ضجه كبيره جدا وهو موضوع زواج القاصرات طبعا ادى لنتائج كتير، وفي ناس كتير تفاعلت، وبنشكر الناس اللي كانت متطوعه في فقره خيرك والناس اللي تطوعت عشان تحل مشاكل الناس اللي كانت موجوده معانا وشاركت بالتليفونات معانا. ولا يا اسماء؟ بالظبط، كان في تفاعل كبير وفي ناس كلمتنا عايزين ينزلوا ويعملوا زي حملة فرحني فرحوا الناس، عايزين يساعدوا ناس كتير. في ناس قالت ان هي معاها ملابس ومعاها بطاطين وعايزين ينزلوا يعملوا ده، واحنا هنشاركهم برضو وهنصورهم. طبعا لما جت لنا الرسالة دي اتبسطنا جدا، لان هم مجموعة من الشباب اشتركوا وجابوا مجموعة من الملابس او كمية من الملابس وكمية من البطاطين، وقرروا ان هم يستعينوا ببرنامج القناع علشان ننزل ونبقى معاهم في حدث زي ده. طيب اهم من ده كله، جاهزين لمفاجأة النهاردة ولا قلبك ضعيف؟ انا عن نفسي مش جاهزه يا مر. لا لا، انا عايزاكي تجهزي انت اول واحده عشان احنا على الهوا. اهم حاجه تجهزوا، اهم حاجه تبعدوا اي طفل بيتفرج علينا نبعده تماما عن الحاجه دي، ان هي حاجه مشوقه شويه. ايه بس يا جماعه ان شاء الله احنا بس عايزين اراء الناس. يعني انا عايزه الناس اللي هتشوف الفقرة دي معانا مهتمة جدا بالمداخلات اللي هتحصل بعد الفقرة. ليه؟ لأن أنا عايزة أشوف صدى الموضوع ده عند الناس، هل هم هيحبوا الحاجة دي أو لا، هيرفضوها ولا لا. لو مثلا شخص عنده قوة خارقة أو بيعمل حاجات غريبة، أنت هتتقبله ولا بتشوفه إزاي؟ نظرة الناس للبني آدم ده بتكون إزاي؟ ده حقيقي. وعايزين كمان نستقبل دكاترة، عايزين حد، أي ناس ليها علاقة بالمجال الطبي برضو مهم جدا أنها تشارك معنا في البرنامج فعلا. لأن في أسئلة كتير عايزين نسألها في الموضوع ده. عايزين تفسير طبي، لأن واحد ممكن يأكل حاجات مفروض لو كلها يحصل له تسمم أو موت مفاجئ أو حاجات شبه كده. هو شخص أصلا عايش إزاي لحد دلوقتي؟ بالضبط. فإحنا محتاجين برضو تفسير طبي للموضوع ده. والأهم برضو آرائكم، أنت كمشاهد بتشوف الموضوع ده إزاي، وبتحب ان انت تشوف حاجه زي كده في التلفزيون ولا بترفضها؟ ولما بتشوفها هل ده بيعمل لك انترستنج، يعني بيخليك انت متشوق تشوفه
ولا انت بتقفل وتقلب ومش عايز اتفرج؟ برضو احنا عايزين نعرف آراءكم فيما يخص الموضوع ده. وعايزة برضو الناس اللي عندها ميزة او عندها اختلاف، يعني انا في بعض الناس اللي عندها مميزات او قدرات خارقة كانت بتستخبى، بعضهم كان بيستخبى من الناس، كان بيرفض الموضوع ده جواه. انا حاسس ان انا مش شبه الناس، انا حاسس ان انا مختلف، انا مش عارف. لكن الموضوع في ناس بتقول ان دي ميزة، وفي ناس بتفخر ان ده شيء جميل فيا، انا مميز، انا بحب نفسي علشان انا مختلف عن الاخرين وهكذا. بس في ناس بتتقبل ده وفي ناس مش بتتقبل ده. يعني انا لو بالظبط. فيا ميزه، في ناس بتقول الله دي حلوه، انت ازاي عندك الحاجه دي، وفي ناس بتقول عادي يعني، وفي ناس بتقول انت ممكن تضر نفسك وتضر حواليك، لان ممكن اطفال ممكن تقلدك في حاجه زي كده. انا بقول كفايه لحد كده ونشوف الناس تشوف ولا ايه يا اسماء؟ بالظبط، انا برضو بقول كده، وعايزاكم تشوفوا وتتابعوا معايا الحلقة. وتاني تنويه مرة اخرى، اي طفل ما ينفعش يتفرج، ولو طفل اتفرج او اي شخص بيتفرج على الحلقة ما يحاولش يقلدها سواء كبير او صغير. احنا مش مسؤولين. تمام. بالظبط طيب كده. انا عايزين نطلع فصل، بالظبط. نطلع فصل ونرجع خلاص لكم هنطلع تاني. فاصل ونرجع. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. زي ما قلت لكم النهارده الحلقه مختلفه شويه، معانا احمد اشرف الملقب بهوجن، هيورينا شويه اختلاف. انا مش عايزه اصغر الامر ولا اقول ولا اكبره واقول قوه خارقه، انا مش عارفه المسمى الصحيح للموضوع، هسيبكم انتوا تحكموا وتقولوا لنا شايفين الموضوع ازاي. اهلا بيك يا احمد معانا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا احمد. اهلا وسهلا. ايه بقى قصة هوجن وايه قصة القوة الخارقة وايه الكلام ده؟ اولا انا اسمي احمد اشرف، ملقب بهوجن، بطل خارق، مخرج مسرحي، ممثل سينمائي. ثانية واحدة، بطل خارق، مخرج مسرحي، مخرج مسرحي، ممثل ممثل. سينمائي، تمام ايه العلاقة بقى بين الثلاثة؟ يعني اتنين ماشي، تمام القوة الخارقة بقى ايه ظروفها؟ اللي انا شفت محمد فرعون البطل الخارق اللي هو طلع الموهبة دي، طلع يعني أنا الموهبة دي كانت موجودة عندي، هو اللي اكتشفك هو يعني؟ اللي اكتشف الموهبة دي وأخرجها بحاجة واحدة، هو كان مولع في حماية وقال لي خد الفحماية دي، قلت له لا مش هينفع ما أعرفش أعملها، قال لي ما تخافش، مسكت الفحماية حطيتها في سناني وهي مولعة، ولعتها أكتر، بعدين رميتها في بقي وأكلتها. بدايتي كانت من النوم. انت كنت بتجرب؟ اه لكن انت يعني هي كانت عندي بس انا ما كنتش عارف. طب معلش يا احمد، هو ازاي عرف ان انت عندك القوة دي؟ يعني منين عرفها؟ يعني بيعرف ازاي او ان حس البني ادم بيك ده عنده ازاي قوة يعني زي انت دي؟ عندك قوة فعلا؟ هو واخد من عيلة قرابة كده او جينات، حاسس انك حاسس زيه كده. يعني، حاسس ان اه عندك نفس الجينات. ايوه. اه طب انت يا احمد بتعرف تعمل ايه؟ يعني بتاكل فحم مولع؟ طب وانت بتاكله بتتلسع بتحس يعني ما بايه يعني؟ بتحسش؟ لا لا عادي اكن باكل لب. لب؟ ايه؟ يعني بياكل بتاكل فحم مولع على اساس انه لب؟ تاكل الفحم ما بتتلسعش لا لا اسنانك ما بتوجعكش مفيش حاجة. وبيدخل جوه بطنك ايوه عادي عادي و... طب عادي. طب ايه بقى تاني بتعمل ايه بدني تاني؟ شوك وبدني السكين وباكل لومط وباكل ازاز وباكل الزبق اللي جوه اللمبة اللي بيموت بعد 3 دقايق. هو انت نازل عنا في كوكب الارض غلط ولا ايه؟ ايه يا جماعه ده؟ يعني ايه الزئبق الابيض بيموت بعد الزئبق 3 دقايق؟ الابيض ده اللي جوه اللمبه ده بيموت بعد 3 دقايق. وانت ازاي بتاكله؟ انا باكله بفضيه في ايديا وباكله. طب ممكن تورينا حاجه كده؟ اه يعني عايزين تشوفوا ايه؟ اللي هو الابيض المعجزه. اللمبه. اه اللمبه. تمام. بس مش عارفه ايه الواحد قال احنا ايه. مش نبهنا قبل ما تشوفوا حاجه عشان اولا بس بس ما يا جماعه تقولوش. انا عايز الناس او في عيال صغيره ما تتفرجش، او تتفرج ما تعملش اللي انا اعمله، حتى الناس الكبار ما تعملش كده، عشان احنا انا مش مسؤول ولا حد مسؤول
من البرنامج. احنا نبهنا يا جماعه ان اي طفل ما ينفعش يتفرج على، يعني اللي تحت 18 سنه ما انصحش انه يتفرج على حاجه زي كده. دي لمبه يا جماعه. اتفضل. تمام. اللمبه دي جواها الزبده. ادي اللمبه يا جماعه، ده الزبده اللي جوه اللمبه، ده ما حضراتكم شايفين. تمام تمام. وادي اللمبه، دي اللمبة زي ما انتوا حضراتكم شايفين. لا لا انت استنى استنى استني، وخلي خلي انت ورا بعضه كده. لا مش ورا بعض. انت بلعت بلعت. استنى انت بلعت انت بلعت. انا حاسه ان هو انا حاسه ان هو بيقلب كلب مثلا. ده ابسط. اجيب لك شويه ميه؟ ايه؟ اجيب لك ميه؟ لا لا عادي. احمد اتفضلي كملي كملي. لا انت هتكمل ده سندوتش ولا ايه؟ اه كملي اتفضلي. احمد انت حاسس بايه؟ يعني انت مستطعم يعني مفيش حاجه اسنانك لسانك لب لب سوداني اي حاجه. يعني انت لما بتجوع بتكسر اي لمضه كده بتاكلها ولا اي حاجه؟ بتحس بطعم يعني بتحس بايه؟ والله باكلها عشان اكنها لب. الناس داني بتتسلى يعني. اه طب يعني ده ازاز ما بيجرحكش؟ ما بيجرحش بقك زورك وانت بتبلع حارف. طب احنا عايزين يعني معلش ممكن تفتح بقك بقى كده قدام الكاميرا عشان احنا عايزين قربوا كده يا جماعه. مفيش حاجه. طب اتفضلي. ده ازاز والله ما بنضحك عليكم ازاز. هو انا اللي انا اعرفه ان اصلا المفروض الواحد ما يستنشقش البتاع ده، يعني ما يجيش على يعني ما يتنفسوش. انت بتاكله وبتبلعه. الازاز اللي جوه راح فين؟ هو سم بالظبط. حتى الاخراج بيقول لي ده سم زي ما حضراتكم شايفين. لتاني مره ماشي اهو. ويبلع بيبلع اهو. اتفضل. لا انت ده انت اللي تتفضل. مالك انت؟ طب يعني انت مثلا يعني ما واجهتش اي مشاكل صحيه في حاجه زي كده؟ الحمد لله نعم من ربنا. ولا تعبت ولا كشفت ولا اي حاجه في معدتك ولا اي حاجه؟ انت بتقول ان انت بتاكل كمان فحم مولع مولع مولع. حسدتوه يا جماعه. نكح. اتفضل. ايوه باكل فحم مولع. عايزين نشوفه؟ طب احنا يعني نشوفه قبل ما يولع. احنا نساله شويه اسئله. انا عايزه بس تعرف يا احمد فضل. الموضوع ده انت بتحبه فيك يعني قصدي يعني الموضوع ده ده يعني حد تعارض مع اهلك انت بتعمل كده انت ممكن تموت نفسك انت الكلام ده؟ والله انا اهلي تعارضوا معايا كتير بس انا عايز ده يكون مصدر شغلي. انت بتعمل ايه معلش كده؟ انا؟ لا لا وري بقى. ورينا. انا بولع. بيولع الفحم. بيولع الفحمه بايدك. اه. دي فحمايه يا جماعه. تمام؟ انا بولعها دلوقتي. اتفضلوا كملوا. احمد انت مبسوط بالقوه اللي عندك ولا شايفها عيب؟ شايفها ميزه؟ شايفها عيب؟ شايفها اختلاف؟ شايفها ايه بالظبط؟ لا لا عادي. انا مبسوط بيها. طب ليه كنت مخبيها عن اهلك؟ انا ما كنتش مخبيها. انا ما كنتش عارف اللي دي موجوده عندي. اكتشفتها امتى؟ انت عندك كام سنه؟ اكتشفتها وانا عندي حوالي 19 سنه. وانت اصلا عندك كام سنه؟ انت عندك 19 سنه؟ انا عندي 21 سنه. 21 سنه. اه طيب عايز اسال سؤال. دي حاجه انت بتستخدمها مثلا بتنفعك؟ انت قلت ان انت ممثل سينمائي او حاجه زي كده. بيطلبوك مثلا في حاجه او في مسلسل؟ الاستاذ اسامه السكي انا داخل معاه فيلم قريب باذن الله. التصوير بكره يوم الجمعه. عامل دور
زي دور مسكر كدهم، بس بنفس الطريقة بتاعتي، باكل ازاز وبطن شوك والكلام دون في الفيلم نفسه. هي القصة دي يعني أنا في رمضان اللي فات سمعنا عن مسلسل هوجن بتاع الممثل محمد إمام طبعا، وكان يعني بيعمل نفس التفاصيل أو الحاجات اللي احنا بنشوفها معاك دلوقتي، فما كنتش أتوقع إن في إنسان حقيقي كده. هو ما كانش بيعملها عشان هو محدش بيقدر يعملها، هو دي حاجة من ربنا. ماشي، يعني مش أولا مكتسبة، يعني ما ينفعش حد يتعلمها ويعرف يعملها. مفيش الكلام ده. انت متأكد ان انت ما بتواجهش اي مشاكل صحية بسبب الموضوع ده؟ الحمد لله. الحمد لله. يعني انت يا احمد، طب الموضوع ده لو كلت لمبة بتحس انك شبعان، لو كلت فحم تحس انك شبعان، لو كلت لمبة تحس انك شبعان مثلا؟ يعني انت لو في مكان وجعان ولقيت لمبة هتروح تاكلها مثلا يعني بدل مش الاكل مثلا؟ قصة شبعان، مش قصة حاجة، قصة اللي أنا بتسلى انت بس. شايف ان دي ادوات للتسلية؟ يعني مفيش حد مرة قال لك انت انت اتفضل. نسيتنا كل يعني بص، انت انت انا اتصدمت، انا مش مستوعبه والله. طب يعني ايه، إيه؟ انا مش عارفه اسالك اي سؤال. انت كنت واصله اللي انت شايف الحاجه دي عيب عندك حلمك ولا لا؟ ايه؟ حلمك ايه؟ حلم يعني نفسك تحقق ايه؟ نفسك تحقق ايه في حياتك؟ وهل حلمك مرتبط بالقوه دي ولا حلمك ملوش علاقه؟ يعني انا شايفاك داخل مجال التمثيل وبتسعى انك تكون ممثل ومخرج مسرحي والحاجات الحلوه دي. طيب انت يعني حلمك كده بس ولا حلمك تنمي، هل الموهبه دي او القوه دي يعني بتنمى، يعني المفروض ان انت تنميها ولا تشتغل على تبقى نفسك تشتغل على يعني؟ نفسك فيها ولا بتعمل هي ايه؟ من عند ربنا، هي موجودة عندي. يعني طيب حلمك بقى ايه؟ نفسك تحقق ايه في حياتك؟ أولا أنا عايز ناس تشوفني في العالم كله، ماشي، مش داخل مصر بس، عايز أشتغل في العالم كله بالحاجة اللي هي عندي دي، والناس تشوف الحاجة اللي عندي دي، برامج، حفلات، فنادق، كلام دون، أروح أوري الناس اللي هي خارج مصر، اللي احنا جوه مصر في ابطال خارقين موجودين في العالم. جوه مصر في ابطال موجودين، احنا ما بنخافش ولا بنهيب عند حد. طب يعني ما فيش حد واجهك قال لك هجمك، انت بتعمل، انت ايه اللي بتعمله ده؟ انت ممكن تخلي ناس او اطفال تقلدك، ممكن تودي عيالنا في داهية. ما فيش، ما قابلتش مشاكل من النوعية دي؟ لا انا ما قابلتش مشاكل ولا قابلت حاجه، عشان انا قبل ما اعمل الحاجه دي احنا قلنا محدش يتفرج من العيال الصغيره، واي حفله بطلعها او اي فرح بتاع صحابي والكلام دون، ما تقوليش ما بيكونش في أطفال، أكيد بيكون في هو أطفال. بيكون في اطفال بس احنا بننبه اللي محدش يعمل الحاجه دي، وبننبه على اولياء الامور اللي هم ما يخلوش يعمل الحاجه دي. طب اللي ما بيكونش عارف إنك عندك الموضوع ده وبعدين بيعرف، يعني بيخافوا بقى منك، بيخافوا يتخانقوا معاك، الخلافات إيه ظروفها معاك؟ يعني الناس بتخاف منك ولا إيه؟ لما بيعرفوا الموضوع ده بيخافوا مثلا يتخانقوا معاك ولا بيعملوا معاك إيه؟ بيتصرفوا معاك إزاي؟ ومش قول قصة، بصراحة، الناس بتخاف منك ولا لا؟ هو الحقيقة في ناس بتخاف مني، ماشي، بس أنا ما بستعملهاش كان أنا عندي قوة واستعملها في ال... يعني بالشر يعني انت مش بتستغل قوتك؟ يعني لو خالص. حد مثلا ضايقك قوي ما تقومش مثلا تضربه تستغل القوة اللي عندك لا دي لا لا أنا بساعد الناس. طب ايه بتساعد موضوع الناس؟ بقى اللي انت حاطه الشوك والسكين ده بتعمل بيه ايه؟ احنا عايزين نشوف بقى حاجة بقى تعمل ايه بالشغل ده. ماشي، دي شوكة. دي شوكة فعلا، دي شوكة. انا دي شوك شوكة بقى انا بصوا يا جماعة، مفيش حاجة عندي اهي، ماشي،
تمام، والشوكة اهي بسنها اهي ماشي. دي الشوكة التانية تمام، خد ايه ببلاش خدك والنبي. ادي الشوكة التانية، دي سكينة. سكينة ولا مش سكينة؟ سكينة سكينة فعلا. ادي السكينة اهي زي ما حضراتكم شايفين، مفيش حاجة عندي تمام. السكينة اتكسرت، دي اتكسرت خالص. هاتيها مرنة، هاتيها زي ما حضراتكم شايفين مفيش حاجة. لا السكينة اتكسرت، مفيش حاجة اهي. السكينة يا جماعة اتكسرت، السكينة مكسورة. أنا ماسكة نص وهي ماسكة نص. احنا هندرس دي تاني ماشي، أنا هعدلها تاني. وهي احنا هنعملها، مش احنا عملناها هنا، عملناها هنا. حد يقدر يعملها هنا؟ أولا بشكر أخويا الكبير محمد فرعون اللي هو خلاني أعرف اللي دي الحاجات دي عندي وساعد بيها الناس. انا ما بقفش قدام حد بالحاجات دي، انا بقف قدام الشر بالحاجات دي. اتفضل. ايوه اتفضل. كسرت. اتفضل. مفيش حاجة يا جماعة، أنا سليم. اتفضلي. اتفضل إيه يا ابني؟ اتفضل إيه؟ هو المفروض يا جماعة إحنا عايزين يعني نفتح مكالمات بقى نشوف يعني رأي الناس. لا بعد إذن الناس مكلمات. بس قبل ما تفتحوا المكالمات أنا عايز واحد ماشي عشان أشيله بسناني. طيب إحنا هنعمل ده بس هنروح لفاصل ونرجع تاني بعد الفاصل. تمام. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، وبعد ما شفنا كسر الشوكة والسكينة برقبته، يا ترى هنشوف ايه تاني؟ هتورينا ايه تاني؟ هشيل واحد بسناني وثلاثة يقف على صدري. هتشيل واحد بسنانك وثلاثة يقف على صدرك؟ طب يا جماعة عايزين نعملها ازاي دي؟ مين مين هيجي؟ على فكرة الناس كلها خايفة منك يا أحمد، أنت عارف كده؟ الناس كلها خايفة. محدش خايف. طيب طيب ماشي تعالى. عايزين حد بقى؟ اتفضل بقى. في الاول عرفنا هتعمل ايه. هيشيله بسنانه بيقول. هتشيله بسنانه. ما بلاش انت هتدخل يعني هتدخله في بقى من انهي زاويه؟ انا هشيله بسناني من هنا. من هنا؟ طيب تعالى بس. يا ريت في واحد لابس حزام. هو في حد لابس حزام؟ لا ما انا مش هخاطر بالموضوع ده. يعني كريم نفسه. طب ما نجرب احنا كريم. لا لا انا تخين صدقني مش هينفع. انا عايزك. انا هيعرف. ايه؟ انا عايزك. انا مش عايزك. انا عايز. لا لا خلينا نجرب فيها. انت خايف يعني؟ خايف؟ ايه؟ خايف؟ مش خايف، هتبهدل ليه؟ لا تعالى بس نشوف. لا مش هتبهدل ولا حاجه. لا لا خلينا بس مع الاستاذ احسن. ما تخافش. خلينا نبدا بس. اوكي. بسم الله. هو خايف اصلا. ما تفطرش. لا لا لا.
خلاص بقى نزلي بقى ده لا ما شاء الله. طيب عايز اتنين كمان معاه عشان اوقف على صدري. طيب يا جماعه عايز حد معاه؟ طب هما هيقف على صدرك وانت واقف ولا لا؟ وانا قاعد. وانت قاعد؟ طيب تعالى بقى كده. ريت الجزم بس اكرمكم. بس خد بالك عشان ولا مش هيفرق معاك انت عادي. مش عارفه بيقول لك امسكوا في ايد بعض ما اعرفش بقى. جاهز؟ والرجل هنا والرجل هنا. انا صعبة. رجل هنا والرجل هنا. لا انا مش قادرة يا جماعة. يا جماعة كفاية يا جماعة. كفاية كفاية. هيوقعوا. مش هعرف. ده كده كويس قوي. لا كده تمام قوي. كده تمام بقى. ده كفاية الوقت يعني. شكرا. انت بتعرف تاخد نفسك بعد الموضوع ده؟ على فكره يا ميرنا احمد بيقول حاجه غريبه قوي. بيقول ان هو لما بيلاقي نفسه متضايق وصدره طابق عليه بالبلد يعني بيجيب حد بيجيب كذا واحد يقفوا على صدره. ده ايه يا احمد؟ معلش يعني انا مش فاهمه. فك خنقتك يعني بجد؟ ايوه. دي يعني ايه العلاقه في كده؟ لا مش قصه العلاقه، قصه اللي انا بكون خلاص. طيب يا احمد بص بص يا احمد عايزين نعرف بس منك انت دلوقتي زي ما قلت ان انت بقيت تحب الموضوع قوي او انت شايف ان دي قوه وعايز تستخدمها وعايز تثبت للناس كلها ان انت مصري. طيب. وزي ترفع اسم بلدك وان انت طبعا عندك قوه خارقه وان القوه دي موجوده في مصر وان انت عايز تستخدمها في الخير مش في الشر. صح. طيب قول لي يا احمد دلوقتي انا كنت ملاحظه او حاسه انك من الاول يعني كنت شايف ان ده انت مستبعد الموضوع او مش حابه فيك، هل ده صحيح؟ مين اللي خلى الميزه دي تحبها؟ هل الشخص اللي انت بتاخده زي قدوه او نموذج حسن ليك اللي هو محمد فرعون هو ده اللي خلاك تحب نفسك وتحب الميزه اللي فيك ولا انت وليه كنت كارهها مسبقا؟ انا مش كنت كارهها، انا كنت بتفرج. كنت مخبيها. انا كنت بتفرج على الحاجات دي ما كنتش عارف اللي هي موجوده عندي اصلا. هو كنت بتتمناها؟ ايه كنت بتتمناها؟ ما عندكش مشكله ان هي تبقى موجوده؟ ما كنتش عندي مشكله ان هي تكون موجوده اصلا. هي ما كانتش في دماغك اصلا. ايوه ما كانتش في دماغي بس انا كنت بتفرج عليهم، بتفرج على الاستاذ محمد فرعون والاستاذ سيد. طب انت بتقول لي في قوه ثانيه خارقه مش عارفه ناس شنيور وحاجات اكتر واخطر. ايوه في فعلا استاذ محمد فرعون وعم سيد ومحمد تايسون دول بيحط الشنيور في عينيه، بيحط الشنيور في دماغه، بيحط الشنيور هنا في رقبته، ماشي، بيحط الشنيور هنا في صدره، بيشدوا عربيات، بيشيلوا عربيات نقل. طيب يا هوجن انا عايز اسال سؤال. اتفضل. دلوقتي احنا شفنا ان انت بتكسر الشوك والسكاكين. تمام. بتاكل الفحم. تمام. بتاكل الازاز. تمام. هل انت بتنمي القدرات دي عندك بقدرات تاني زياده ولا انت يعني ده سقف اخر حاجه عندك تعملها؟ وانا حاسس ان في حاجات عندي كتير بس انا لسه ما اكتشفتهاش. وهتكتشفها يعني انت هتكتشفها ازاي بقى يعني انت من ممارسه يعني. طب بص يعني الحاجات دي مش ممكن مثلا حد يجي يقول لك علمني انا عايز ابقى زيك؟ ما ينفعش اصلا خالص اطلاقا. طب السؤال الاهم ايه اللي واجهك في من صعوبات خلال بدأك للموضوع ده؟ يعني مثلا ان انت جيت تقول لحد انا هاكل فحم انا هعمل حاجه كان ممكن يقول مثلا عليك هل الشخص ده عاقل؟ ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ محدش مصدق او ما كنت بعمله يقول انت مخاوي. مخاوي؟ مخاوي؟ مخاوي يعني جن بقى. هو جن بقى وعفاريت والحاجات دي. احنا مسلمين، انا اسمي احمد، انا مش كافر عشان خاوي جن او الكلام ده كله.
أنا اسمي أحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عايز أسأل سؤال مهم جدا. أنت بعد ما تتجوز وتخلف هل هتحب الميزة دي تبقى موجودة في ابنك ولا هتخاف عليه من حاجة زي كده؟ وربنا هو اللي اداني الميزة دي ماشي، وربنا هو اللي بيديها لأي حد. الله أعلم ربنا هيديها لابني ولا مش هديها. طيب لو هنقول مثلا ان لو مراتك شافتك بتعمل حاجة زي كده وخافت منك، يعني هتمشي حياتك الزوجية ازاي بالأمور دي؟ هتكون عارفة قبل الجواز أصلا أنا بعمل كده. أنت ممكن طيب تتعصب عليها تكسر سكينة مثلا. دلوقتي معنا مكالمة. هتعمل إيه؟ معنا مكالمة فاطمة من أسيوط. أهلا وسهلا بيك يا فاطمة. أهلا بيك، أنا فرحانة جدا بالمدة اللي قاعد معاكي ده. فرحانة بيه؟ شكرا. بتشوفي بجد مبهورة بيه. بتشوفي الموضوع ده إزاي يا فاطمة؟ عندك كم سنة الأول؟ طب عندي 14. طب يا فاطمة يعني قولي بسرعة بس عشان وقت البرنامج. أنا عجبني جدا الموضوع ده طبعا، بس طبعا للكبار. بس إيه؟ بس يا ريت الحاجات دي ما يجربهاش الأطفال. أكيد طبعا بالزبط. إحنا بلغنا وقلنا إن الأطفال بعيد عن كل البعد عن المواضيع دي. وطي التلفزيون يا فاطمة. أنا بديت له تحياتي من أسيوط، كلنا بنرحب بيه. شكرا 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 يا فاطمة. شكرا شكرا أهلي أصلا. شكرا يا فاطمة ليكي. نشكرك يا فاطمة. احنا السؤال المهم يا جماعة، بما ان في مكالمات بدأت تيجي، عايزين نسأل هل لو جالك عريس شبه أحمد في بنفس تصرفاته وبنفس القوة الموجودة عنده هتخافي منه ولا هتحب ان يكون عندك شريك حياة عنده القوة دي او لا؟ طيب طيب يا جماعة آخر مكالمة حرية. ألو ألو. خلاص حرية مش موجودة. أنا مبسوطة جدا إن أنت كنت معانا وعملت حاجات كتير غريبة، يعني حاجات كتير أنا هزتني أنا شخصيا ولا إيه يا جماعة؟ صح يعني أنا خفت جدا وبجد يعني عايزة أعرف اللي هو عايزة أقول لك لا ما تعملش كده، لا أنا خايف. يعني يا جماعة اللي بيشوف في التلفزيون غير اللي بيشوف على الحقيقة، إحنا قاعدين معاه وشايفين ده بيحصل، فاللي هو بيدخل سكينة عند زوره والكلام ده كله، فأنت بتبقى قلقان السكينة دي ممكن تدخل جواه. طب طيب ولو هتشوفوا اي طفل عنده هوايه نموها في فقره خيرك، احنا رحنا للست فعلا وهي رفضت انها تكشف عن وشها. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وقناع جديد.